قضية أيضا الحدود والمخاطر الخارجية التي تهدد الجزائر، أنت تعرف بأن هناك شريط في دول الساحل، تنظيمات إرهابية، حركة إرهابية غير عادية، أيضا ليبيا هناك يعني عدم استقرار في الداخل الليبي، مسؤولية أيضا الداخل الجزائري تقع على عاتق المواطنين، تقع على عاتق أيضا المؤسسة العسكرية، ولكن التكاتف بين المواطنين وأيضا المؤسسة العسكرية قد يمنع أي تهديدات خارجية. سيد إبراهيم، شوف، احنا الشيء اللي نطلبه من المؤسسة العسكرية التنسيق مع المنتخبين، مع الأعيان في هذه المناطق، مع المواطنين تاع مناطق هادو، مش المؤسسة العسكرية الأعيان تاع المناطق هادو والمنتخبين تاع المناطق هادو يتخلوا عليهم ويتنسقوا مع جهات اللي ما تقدرش، ما عندهاش معلومات وما عندهاش التركيبة الاجتماعية تاع الناس هادو، ما عندهاش أدرك الأمن. إحنا الأمن، أنتم كيف ترون إحنا الأمن في المناطق؟ قضية المشكلة الليبي كيف تتصورونها أنتم، خاصة وأن هناك يعني قبيلة توارق في ليبيا، قبيلة من أكبر القبائل في 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 ليبيا، والجزائر أيضا فيها قبائل توارق، يعني هناك علاقات عائلية ما بين البلدين. إحنا هذه نقولوها ديما، إحنا كلا جريون، إحنا كلا هجريون، احنا كلا ضاغيون، احنا كلا ريون، احنا كلا زواغيون. هادو التوارق كلهم موجودين في دول الجوار، مالي، النيجر، ليبيا، بوركينا فاسو، هادو المناطق في الجزائر، في تمراست، اجر، اليزي، اهجر، تمراست، اضاغ، موجود في كيدال في شمال مالي، اير وازواغ موجودين في النيجر، أجر موجود في ليبيا، هادو فيه كل فيه المناطق هادو كل فيه من الطوارئ. وما همش يعني شوف، هادو الناس ما عندهمش الحدود وما عندهمش هاد الأمور، ما عندهمش الانقسامات. تلقاني أنا درك عندي خالي في ليبيا، تلقى واحد عنده عمه في مالي، تلقى واحد متزوج في هادو الشيء. الأمور نتاع لأنه الحدود قليل، لأنه لازم الحدود ولازم ما نروحش ولازم هاد. احنا ماذا بينا هذا ابن عمي يسكن هنا تحت الشجره فلانيه، نروح نهز البعير نتاعي والجمل نتاعي، نروح ما عندي لا كروسه، ما عندي حتى حاجه حتى نروح له، ما نعرف هذه مسكره، ما نعرف هذه مفتوحه، نعرف انه الحدود هذو كل امنوهم، نعرف هذو الاوطان كل لازمنا نامنوها، هذو الاوطان كل نعرفوا انه كيف نامنوها يا سيدي؟ نامنوها بالحفاظ عليها. انت تعرف مخططات خارجيه، لا يعني نعرفوها المخطط الخارجي، مخطط خارجي، احنا المخطط الخارجي والاغراءات تستهدف احنا الاغراءات، تقسيم الدول احنا الاغراءات نشوفوا فيها اليوم. احنا رانا هنا كنا شطار، عندكم شهادات حيه حول الاغراءات يعني من طرف دول خارجيه؟ عندنا لما كانت حركه ابناء الصحراء من اجل العداله، حركه من اجل العداله فقط بين الشمال والجنوب، كانت إغراءات كبيرة. من أجل ماذا؟ من أجل أنه هذه الحركة تتحول إلى حركة أبناء الصحراء من أجل الانفصال، مش من أجل العدالة. هذه المخططات واقعية يعني؟ مخططات واقعية، والأجهزة الأمنية على دراية، لأن درك الإغراءات، إحنا الإغراءات نشوفوا فيها، كاين منظمات هنا في العاصمة. يلا يقول لك ندير لك الاخر الملف وادفعوا في السفاره وادفعوا في هذه اللجوء السياسي، تروح لبريطانيا، تروح كم من مره انا كم من مره لقيت طلبات نتاع انه نروح لبريطانيا شخصيا الدار والكروسه والدنيا كله وما يخص حتى خير. المقابل ماذا سيدي؟ المقابل نقول طوارق تقتل فيهم الجزائر، الطوارق محقورين، التوارق هذا الشيء لا يحدث يعني سيد إبراهيم، لازم تجني على البلاد، يعني يحدث ولا يحدث لازم تقولها، يحدث ولا يحدث لازم تقولها، من أجل أنك تلقى يعني الرعاية. جنات البريطانية يعني، الجنة في بريطانيا في فرنسا. احنا حتى اليوم أي شيء يصرى في الجنوب، أي مشاكل، أي شيء، احنا حتى لو كان اليوم عندنا مشكل مع اي جهاز امني والله سلطه والله مدنيه والله عسكريه، نفرض المشكل نتاعنا في بعضنا في الدار. احنا الجزائر دار، الغسيل نتاعنا ما ننشروهش في الخارج. نعم. الغسيل نتاعنا هذا هو المطلوب. احنا قاد اليوم، انا جيت لقناه الحياه، قاد نروح لقناه فرص فانتكات، عندي كل وسائل. اليوم نريح في داري نكونيكتي مع الاخر البيت الابي، نريح في داري نكونيكتي مع اي كان،
عن الصحافة الدولية أي واحد تقدر تكلمه ما بهم يحوسوا على الهرد. نكلمها ما نقول لهم البارح وصرا في تنزواتين مشكلة كبيرة صارت في تنزواتين والجزائر ودل هذا الشيء يحوسوا عليه هذا اللي يبحثون عنه. هذا الشيء الناس تخلص عليه أورو والمخططات الأجنبية سيد إبراهيم دائما تغذي الأزمات. المشكل الصغير تحوله إلى يعني تعظمه في تغذي ولكن ولكن هناك مسؤولين في الجزائر ربي يهديه راهم يخلوا الفرصة لهذه الأمور راهم أنا نقول فيها مسؤول على كلامي راهم يخلوا الفرصة للأمور هذه ورغم أنه الجزائر الرئيس الجمهورية اليوم عنده 6 أشهر ولكن كاين أطراف ما هيش باغي الجزائر الجديدة أطراف ما هيش عاجبها الحال أنه رئيس الجمهورية البرنامج نتاعه بدأ في الجنوب ماذا بهم الجنوب يقعد معليه سياج كما هاك والناس نتاع والناس الجنوب في التهميش في الاخر لماذا لماذا سيد لماذا لانه يبقى ورقه ضغط كل يوم كيف يعني قد تكون غير مفهومه هذه النقطه لكي تكون ورقه ضغط بيد من يعني ورقه ضغط في السلطه ورقه ضغط في الاحزاب ورقه ضغط في الناس اللي حتى احنا شفنا حتى الاحزاب السياسيه كل ما يجوا للجنوب وراكم خلاص انتم متوا خلاص انتم راكم خلاص انتم انتم راكم ميتين وانتم النهار اللي يعمروا الصنادق نتاعهم ينساوا انه موجود شيء اسمه الجنوب ينظرون اليه انه وعاء انتخابي وعاء انتخابي ورقه ضغط ورقه ضغط ورقه ضغط اروح للصحراء باش تبان روح للصحراء اهدر روح لإليزي اهدر باللي الناس راهي محقوره ونقول لهم باللي راكم محقورين وعندنا برنامج دايرين صيد للاسف الشديد صيد يصيدوا بنا اي حتى انت في الحملات الانتخابيه اي رئيس جمهوريه او اي منتخب اي او رئيس اي حزب اول خرجه نتاعو في الولايات الجنوبيه احنا عندنا برنامج واحنا عندنا احنا حتى انا كاين حتى اطراف ما عجبتهاش ممكن كلمه الرئيس في تمرست انه يكون ان شاء الله القطار من العاصمه الى تمرست ويكون القطار ان شاء الله ما دام رئيس الجمهوريه عنده وراح بقى العصابه راح تزول راح ينقيها ان شاء الله رئيس الجمهوريه وتزول ولكن هذه المشاكل الامنيه اللي توجد في الحدود احنا قلت لك نقدروا نفروها مع تنسيق رئيس البلديه تنسيق النواب البرلمان تنسيق مع المواطنين درك واحد انا في تنزواتين نقول لك واش يخرج عليا نقول لك ما دير لي السياج هذاك نتاع السلك مثلا دير لي حاجه اخرى دير لي اي نفهمك انا ونقول لك وين تديروا نقول لك هاي هذه حدود ما هي هاي وين رجعت الحدود هذا وين رجعت الحدود ديروا هنا ما ديروش هدايا هنا خاطر على انا عندي المواشي نتاعي عندي ولاد صغار عندي لازم تفهموا هذه الامور